السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي فاتت احنا اشتغلنا في الجزئية دي اللي هي كتبنا كود وظهرت معانا بالشكل دوت. المرة دي اللي احنا مجرد ما نكتب الكود حافظينه 10 المفروض يظهر لي معايا الباقي تلقائي. هنا هتتعمل دي لوك اب، هناخد السلف دي المعادلة دي ونكتبها هنا دلوقتي دي لوك اب. نقلل بس الفونت شوية عشان نعرف نشوف دي لوك اب. بس قبل ما نعمل دي لوك اب مهم قوي ان احنا نحدد نوع فاتورة المشتريات اللي احنا اشترينا بيها دي عشان نعرف السعر بتاعها مظبوط، نعرف السعر بتاعه مظبوط. وهنا من خلال كود دي لوك اب هنقدر نستنتج البيانات ديت من خلال الكود. هنيجي هنا وهنشوف اللي هي الجزئية بتاعت البيانات المنضمة للفورم ده. أنا بنسخ أنا بنسخ نكتب 66 أنا آخد ده نسخ ولصق هتبقى 52. هنا هنحاول نشيل الفلتر ده ونشتغل من الفلتر ده، لأن الفلتر ده هيبقى المفروض هيتنقل للناحية التانية اللي هو الكود، خليه زي ما هو. بس هنا هنجيب كود الصنف اللي هو التكست 22، تكست 22 هتبقى تكست 22. ممكن بيأكد لك بعد كده ايه يعمل ديليت ونحطها في كود الصف. والكلام بالظبط اللي هنا هيبقى، بس احنا عايزين نعمل المسافة دي، نقلل المسافة، نخلي المسافة لازقة فيها عشان تبقى العملية ماشية مظبوطة. وهنا الرينيم، وبدل من تيبل 20 دي هنخليها ديت مكان تيبل، ده اسم التيبل. انت عايز تشوف انهي، عايز اشوف لما اكتب كود الصنف عايز اسم الصنف. هو اعتقد فيلد 4، فيلد 4 فاحنا هنا مش هينفع نعمل المعادلة في المكان ده عشان المكان ده بنكتب عليه، فاحنا هنعمله في تيكست بوكس. وهنا هنضيف الدي لوك اب فيه وبشرط ان التيكست 65 ده يتعمل تحديث مجرد ما اكتب اهو. بعد طلب جيت بعد كتابة مي دوت تكست
معلش انا نسيت التكست، احنا قلنا التكست كام؟ 65. 65 مين دو تكست؟ دكتور كويري. حدث حدث، وهنا نقول له ان تكست 207 ده يتساوي تكست مي دوت تكست 207 بتساوي مي دوت تكست 5 3 5 6. بس تعالى نشوف البيانات دي. طب وجاب لي الكلام، ومع ذلك حافظ لي ان انا ممكن اكتب واختار. تمام، هنيجي هنا اهو وهنعمل عدم الرؤية لهذا التكست. برضو اللي احنا عملناه ده هينطبق على الوحدة والسعر البيع والكمية والرصيد المتاح والإجمالي. ده هيكون استكمالية البيانات الأساسية للأصناف المنصرفة على العميل. طيب احنا هنا عشان ما نطولش، أو بمعنى صح إن احنا نحاول إن احنا نوفر وقت، هو كل اللي احنا الشغل اللي هنعمله ده نفس الشغل اللي احنا عملناه. فأنت عايز تقفل الفيديو اقفل. فاحنا هنشتغل بقى ايه؟ استكمال بقية البيانات دي. فهنيجي هنا ناخد نسخة تانية، النسخة التانية وهي بدلا من فيلد 4 هتبقى اللي هي الوحدة تقريبا فيلد 5. الوحدة او فيلد 5 هنا، فيلد 5 بس هنا الوحدة 201 مي دوت 201 بتساوي مي دوت كام؟ هنعرفه وقت حالي، اللي هو التانية 267. طيب الرصيد المتاح دي مهمة جدا جدا، خليك بصنف اون فيلد 7 وهسيب مسافات. هناخد نسخة ثمانية وستين، مش جاب ايدي في البتاع دي. وهنا 201 ثمانية
وستين نعمل له تحديث، نعمل له تحديث. جات لي الكمية بدل الواحد. لا احنا عايزين خلاص، احنا هنخلي الرصيد المتاح كام؟ الرصيد المتاح 286. تمام كمل. بعد كده هنشتغل في الوحدة، هناخد نسخة وندلل كده ونشوف فيلد ده فيلد خمسة. هو فيلد خمسة ده ميتين واحد هنا، واخد أربعة المفروض دي خمسة، وهنا الصم، وهنا 67 بتساوي 201. بعد التعديس نسخة من دي يبقى هنا 201 بتساوي 67. 67 دي تطلق كويري، تطلق كويري حدث. يبدي من ايه؟ هنا سعر البيع، سعر البيع طب اتكتب خلاص بقى. احنا الجزئية دي هنا الكمية دي اللي احنا هنكتبها لازم احنا نكتبها من ايه؟ من هنا، من احنا من المستخدم نفسه. تمام، مش اللي هي سعر البيع. يبقى احنا هنكمل اللي هي سعر البيع دي، ناخد نسخة من دي لوك اب، دي لوك اب اللي هو يبقى هنا 69، يبقى هنا 189 بتساوي 69.
هجيبها المرة الجاية إن شاء الله. البيانات اللي هنا ديت مجرد ما من الإدخال تترحل على تيبل 5، تترحل على تيبل 5 بصرف النظر بقى كان في خدمة ما كانش في خدمة، كله هيترحل على تيبل 5 دي إن شاء الله في الحلقة الجاية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.